أنتم على قناة الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز عناوينها. تماثل 46 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا المستجد مقابل تسجيل 73 حالة إصابة جديدة حتى 10 من صباح اليوم. إعادة 57 طالبا وطالبة إلى ورزة ذات كانوا عالقين بمدينة أكادير لمتابعة دراستهم الجامعية، وتعذر عليهم الالتحاق بأهلهم بفعل حالة الطوارئ الصحية. فضاءات عمومية بمدينة مارتيل تشهد مجموعة من أعمال الصيانة استعدادا للموسم السياحي ما بعد كورونا. أهلا بكم من جديد. البداية بجديد الحالة الوبائية ببلادنا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 73 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8683 حالة، وارتفع عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن إلى 7664 حالة بعد تماثل 46 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 212. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنة والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كوفيد-19، عرفت مقاولات القطاع الخاص بإقليم أسويرة بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة إجراء اختبارات للكشف عن هذا الوباء في أوساط العاملين والأجراء. النموذج نتابعه من إحدى المقاولات العاملة بالقطاع الفلاحي مع أحمد العلوي وعبد الغني الطهراوي. حملات لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد استفاد منها أجراء القطاع الخاص بإقليم الصويرة، والدور هنا على إحدى الشركات المهنية العاملة بالقطاع الفلاحي، والغاية تعزيز إجراءات المراقبة والوقاية للحد من انتشار الوباء. في ظل الاحتياطات ديالنا بحكم اننا كنخلطوا الناس في الفلاحه وكنخلطوا الناس وكنتنقلوا بين المدن، جينا هنا باش نديروا التحليله، والحمد لله نشوفوا ان ما فينا حتى حاجه باش حميوري وصلنا. وتقدمنا هنا باش نخضعوا للتحاليل الكشف مبكر على كورونا، لان احنا كنا مخالطين بزاف مع الناس، مع الفلاحه، مع الكليون. جينا باش نخضعوا للتحاليل باش نراقبوا صحتنا وباش ما ناديوش الناس معنا، هذا هو المهم. الحملة تندرج ضمن المخطط الوطني الذي وضعته السلطات المختصة ببلادنا من أجل مكافحة الوباء وتطويق رقعة انتشاره. قمنا في إقليم الصويرة بإجراء التحاليل، تقريبا وصلنا لأكثر من 2300 تحليلة لفائدة بعض الوحدات الصناعية والخدماتية، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة نصره الله تم التنسيق بين الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ووزارة الصحة من أجل إخضاع جميع المقاولات إلى إجراء التحاليل. إخضاع الأجراء والعاملين بكافة القطاعات لاختبارات فيروس كوفيد-19 هو خطوة استباقية واحترازية من أجل التصدي للجائحة وضمان استمرار عمل هذه القطاعات في ظروف آمنة. بورزة ذات أقدمت عمالة الإقليم على إعادة 57 طالبا وطالبة كانوا عالقين بمدينة أكادير حيث يتابعون دراستهم الجامعية، وتعذر عليهم الالتحاق بأهلهم بفعل حالة الطوارئ الصحية التي تم اعتمادها لمحاربة وباء كورونا المستجد. ريبورتاج حسن طباعي وسمير بركة. بعد أن كانوا عالقين بمدينة أكادير بفعل حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها في شهر مارس الماضي، يعود الطلبة والطالبات إلى مدينة ورزازات للالتقاء بأهلهم وذويهم. اليوم كان ندخل المرحلة الثالثة والأخيرة ديال عملية إعادة الطلبة اللي كان حضروا من إقليم ورزازات اللي كيتابعوا الدراسة ديالهم بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث تم اليوم إعادة 57 طالب عبر تسخير طالات حافلات اللي كتستجب المعايير ديال الراحة. يعني في المجمل العملية تم تسخير فيها حوالي 13 حافلة منذ انطلاقها منذ المرحلة الأولى
حيث تم جلب 265 طالب. الطلبة أجروا التحاليل المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، إجراء يأتي ضمن التدابير الاحترازية وضمان السلامة الصحية. كانت الرحلة جد ممشعة زي ما دوزنا في أحسن الظروف، وكان جميع الطلبة فرحانين حيث أنهم غادي يوصلوا العائلات ديالهم، وهذه مبادرة اللي كاع الطلبة اللي كيعتزوا بهذه البلاد. الشعور ديالي حاليا أنني أفتخر جدا بالأطر اللي عندنا والطريقة باش استقبلونا والطريقة باش هضروا معنا، سواء رجال السلطة سواء رجال الصحة. هذه البادرة هذه كانت طيبة وكنا في الحاجة ليها، لأننا كنا بعادين على والدينا. بالنسبة لي أنا شخصيا 3 شهور وانا بعيده عليهم من بدايه الحجر الصحي الى يومنا هذا، وكانت بادره زوينه الحمد لله ودز في ظروف زوينه واستقبلونا استقبال حسن. وقبل العمل على ايصالهم الى اسرهم وذويهم تم ايواؤهم بفنادق واقامات سياحيه في ظروف امنه. وللحديث عن عملية عودة الطلاب إلى أهلهم ينضم إلينا اللحظة مباشرة من ورزازات السيد عادل عزمي، مسؤول عن التواصل بعملة إقليم ورزازات. أهلا بك سيدي. مرحبا. إذن بداية، ما هي الظروف المحيطة بعودة الطلبة إلى أهلهم سيد عزمي؟ بإشراف شخصي من السيد عامل إقليم ورزازات، وبتنسيق مع بعض الشركاء المحليين تم إحداث لجنة إقليمية مختلطة تشرف على عملية تنظيم عملية نقل الطلبة من المواقع الجامعية لمراكش وأكادير باتجاه إقليم ورزازات. وقد استفاد من هذه العملية ما مجموعه 265 طالب، وتمت على 3 مراحل. وتأتي هذه العملية بعدما تماثلت آخر حالة الشفاء بإقليم ورزازات، وبعدما تم خلو الإقليم من فيروس كورونا شأنه شأن باقي أقاليم جهة درعا تافيلات. وكذلك في إطار التدابير المواكبة لإجراءات التخفيف من الحجر الصحي، وخلفت هذه العملية ارتياح ووقع طيب في صفوف الطلبة وفي ولدى أهلهم وذويهم. طيب أخبر، هل خلو جهة درعا تافيلات من وباء كورونا المستجد هو المعطى الذي شجعكم للإقدام على إعادة الطلبة إلى أهلهم؟ بالفعل خلو إقليم جهة درعا تافيلات وإعلان إقليم ورزازات خالي من فيروس كورونا هو المعطى الذي شجع على عملية إعادة نقل الطلبة من مراكش وأكادير إلى إقليم ورزازات، لأن الوضعية الوبائية بالإقليم عرفت تسجيل 3 بؤر، بؤرتان عائليتان وبؤرة سجل محلي، وتم تسجيل ما مجموعه 503 إصابة. ولكن بفضل الدعم الاستثنائي الذي استفاد منه الإقليم، بفضل التعليمات الملكية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، حيث تم تجهيز المؤسسات الصحية بالإقليم بمعدات طبية وبتجهيزات طبية حديثة متطورة وبأطقم طبية وشبه طبية، وكذلك بمختبرين مدني وعسكري لإجراءات الفحوصات الضرورية للكشف عن فيروس كورونا، وكذلك بفضل المصاحبة المركزية والتأطير اليومي لعمل اللجنة الإقليمية للتتبع واليقظة، وكذلك تضافر جهود مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومصالح أمنية ومصالح صحية طبية مدنية وعسكرية، وكذلك مختلف الفاعلين المحليين من المجتمع المدني وإعلاميين. والحمد لله هذا المعطى هذا هو الذي شجع على التفكير في إعادة هؤلاء الطلبة إلى ذويهم وعائلتهم. السيد عادل العزمي مسؤول عن التواصل بعمالة إقليم ورزازات، كنت معنا مباشرة، شكرا لك على كل هذه المعلومات. أسدل الستار على فعاليات الهاكاثون أونلاين للمشاريع العربية مفتوحة المصدر من تنظيم الجمعية المغربية للنبوغ تحت شعار الابتكار العربي في مواجهة كوفيد-19. فتح أمغار ومصطفى ودة. واختتمت فعاليات هاكاثون لمباراة لمشاريع عربية مفتوحة المصدر عبر تقنية الاتصال عن بعد، حيث تم انتقاء 16 مشروع لفرق قدموا نماذج تصب كلها حول الابتكار في مواجهة كوفيد-19. المشاريع كانت من مختلف الدول العربية، إذن كانت ما بينها
ميدل، مشروع ميدل اللي هو من بلد الأردن، ومشروع بسايكوفيت من تونس، وكانت أيضا كورونا من بلد فلسطين والأردن. المشروع الذي حاز على الرتبة الأولى كان لمشاركين من مدينة طنجة بابتكار جهاز تنفسي ميكانيكي مزود بتقنية الاتصال عن بعد من أجل تمكين الطبيب مراقبة الوضع الصحي للمصاب بكوفيد 19. هناك ثلاث فائزين، فالجائزة الأولى غادي تكون عبارة عن مجموعة خدمات اللي فيها التمويل. الجائزة الثانية هي غتكون حتى هي مجموعة خدمات. والجائزة الثالثة فهي جائزة عبارة عن المونتاج للمشروع. في زمن كورونا المشاركون ضمن فعاليات هاكاثون من دول عربية، كل من الجزائر، تونس، الإمارات العربية، مصر، الأردن، سوريا، اليمن، فلسطين والمغرب، أبانوا عن استعدادهم الدائم عبر ابتكاراتهم لمواجهة الوباء الفتاك كوفيد 19. زراعة الشمندر السكري بالمدار السخوي لملوية تلعب دورا سوسيو اقتصاديا هاما، وتقتضي اتخاذ تدابير دقيقة لتتبع مراحل الانتاج الذي ينتظر أن يصل هذه السنة إلى 210,000 طن، كما يوفر عدة مناصب للشغل. من إقليم بركان، روبورتاج محمد بلاوي، رشيد العتابي، وجهاد ليبري. وسط توقعات ببلوغ إنتاج الشمندر السكري بإقليم بركان هذه السنة أزيد من 200,000 طن بمردودية تقارب 60 طنا في الهكتار، تتواصل عملية القلع بمختلف الضيعات الفلاحية بالملوية التي تنتشر بها زراعة الشمندر السكري، وكذا باستخدام آليات الشحن والقلع الميكانيكي. هذا المكنة كتسهل على الفلاح، دابا الخدمه ولات بسيطه ان شاء الله. الفلاح كيقدر كاع ما يجيش كاع البارسيل، حنا اللي كنقوموا بكل شيء، جميع المسائل ديال قلع الشمندر. تهضروا على النهار كنخدموا نعم اسيدي 4 قطارات الى كاع يستر الله 5 قطارات كتعطي جواني عم اسيدي 60 طن في القطار حتى ل 70. ولا الفلاح يخدم بواحد السهوله ما عندوش مشكل، واللي مهم بزاف ومهم بزاف ومهم بزاف وهو الانتاج، كيوصل في واحد الظروف صحية جد مهمة، كيمشي هذا المنتوج المعمل بلا ما تكون تضر فيه الشمس، بلا ما يطول عليه المسافة بزاف ديال الوقت في الأرض. استعمال البذور الجيدة وتقنيات المكننة والظروف المناخية، خاصة تساقطات المطر التي عرفتها المنطقة مؤخرا، كلها عوامل ساعدت على رفع الإنتاج. لحسن الحظ أن هذا الموسم عرفت البداية ديالو من شهر شتنبر إلى غاية شهر يناير، واحد الانتظام في التساقطات المطرية اللي مكن هذه المساحة اللي تم زرعها وهي 3800 هكتار مكنها من نمو جيد. قطاع الشمندر السكري بمنطقة ملوية بإقليم بركان يعتبر قطاعا استراتيجيا ويوفر العديد من مصاريف الشغل، كما أن عملية القلع والشحن تمت في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية. مدينة مارتيل تعيش على وقع مجموعة من أعمال الصيانة التي تستهدف فضاءاتها العمومية، من بينها الكورنيش والشاطئ، هو استعداد للموسم السياحي ما بعد كورونا في احترام تام للإجراءات الوقائية والاحترازية. فن شاكر العلوي وعبد العالي القنوني. مارتيل تتزين كعادتها كل سنة عبر تنزيل برنامج صيانة يستهدف مختلف مرافقها من الشاطئ مرورا بالمساحة الخضراء وصبغة الواجهات، برنامج يهدف المحافظة على نظافة وجمالية مارتيل التي تعد قبلة مميزة للعديد من الأسر. مدينة مارتيل واحد مدينة تعرف واحد الرطوبة، يعني من الضروري كل سنة أن نقوم بصباغة الواجهات وكذلك صباغة الأعمدة الكهربائية وصيانتها، وهذه الأعمال هي عمل روتيني كل سنة كنقوم به. ولا لاحظتي جميع العمال والعاملات ديال جماعة مارتيل هما خارجين على المستوى الميداني أخذين بعين الاعتبار التدابير الاحترازية اللي في ظل هذه الجائحة ديال كوفيد 19. على طول شاطئ مارتيل وفي ظل الحجر الصحي تجري أشغال صيانة المرافق الصحية وتنظيف الشاطئ وإعادة الرمال الزاحفة بفعل الرياح إلى الشاطئ باحترام تام للتدابير الوقائية من طرف العمال.
كيفاش هذا كيعرف النظافه؟ اولا بين من داك العمليه الاولى هي النظافه، تجهيز ديال المرافق الصحيه المتواجده في الشاطئ ديال النارتين. بالنسبه كتعرف واحد العدد ديال العمال اللي هما كيقوموا بازاله ديك زحف الرمال اللي كان ناتج عن الشرقي هذه اللي في هذه السنه هذه. مرتيل إذن ترتدي حلة الجمال في انتظار زوارها، ومشهد الشاطئ في زمن الجائحة يبرز التزام الساكنة بالحجر الصحي ومجهودات عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية مستمرة لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية. فيروس كورونا المستجد يواصل حصد مزيد من الأرواح عبر العالم، والحصيلة أزيد من 400 ألف وفاة وأكثر من 7,600,000 مصاب. من جهة أخرى، بؤرة للفيروس تظهر في العاصمة الصينية بكين تثير مخاوف من موجة جديدة لانتشار الوباء. خالد الأحمدي. الحجر الصحي يفرض في 11 حيا في العاصمة الصينية بكين التي لم تصنف خلال اجتياح فيروس كورونا المستجد لمقاطعة هوباي لم تصنف كبؤرة للوباء. السلطات الصينية اكتشفت بؤرة في سوق مجاور للأحياء التي يطالها الحجر. 9 مدارس ودور للحضانة تم إغلاقها تحسبا لانتشار جديد للفيروس. تبرز هذه البؤرة بعد أن كانت الصين في طريقها إلى التعافي من الوباء، إذ لم يسجل مؤخرا سوى عدد يومي قليل للإصابة بالفيروس، وهو ما يثير قلق السلطات بشأن موجة جديدة من انتشار الوباء الذي انطلق من ووهان ليجتاح العالم. الوباء يثقل كاهل المنظومة الصحية في عدد من دول أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل التي أصبحت ثاني أكثر دول العالم تضررا من الفيروس من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. البرازيل تسجل أزيد من 41,800 وفاة. منظمة الصحة العالمية ترى أن الوضع مقلق، إذ أن كل الولايات تأثرت بالوباء. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتسجل 839 وفاة إضافية جراء الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى أزيد من 114,600 حالة وفاة. وبأوروبا يتواصل الرفع التدريجي للحجر الصحي، والسلطات الفرنسية تعلن أنها ستفتح تدريجيا حدودها أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شنغن انطلاقا من فاتح يوليو المقبل. فتح الحدود سيتم تدريجيا حسب الوضع الصحي في مختلف الدول استنادا إلى الشروط التي حددت على المستوى الأوروبي. في المقابل ستعطى الأولوية للطلبة أيا كان البلد القادمين منه، وستتم معالجة طلبات تأشيراتهم وإقامتهم. بلبنان، وفي ثاني ليلة من الإضرابات شهدت أمس الجمعة العاصمة اللبنانية اشتباكات وأعمال شغب بين المتظاهرين والشرطة، خلفت إصابة العشرات وتوقيف آخرين وتحطيم واجهات المحلات التجارية. وكانت الحكومة اللبنانية قد تعهدت في وقت سابق خلال اجتماع طارئ ضخ مزيد من العملة الأمريكية في السوق للجم الانهيار غير المسبوق لليرة المحلية. وفي خبر آخر، فيضانات مهولة وسيول جارفة تجتاح مدينة كورسيكا الجزيرة الفرنسية منذ 3 أيام. الفيضانات أدت إلى جرف السيارات بفعل قوة المياه، وكذا محاصرة العديد من الأشخاص داخل سياراتهم، وكما خلفت أضرارا مادية جسيمة.